العين بفقراتنا. الأسرار ممكن نتشارك بعض منا مع أشخاص بنوثق فيهم، وممكن نتمنع ونتركها مدفونة بأنفسنا. هل من الأحسن أنه نبقى على خصوصيتنا ونتحلى بالكتمان، أو من الأفضل أنه نعتمد الصراحة حسب الظروف طبعا ونصارح الحقيقة؟ هذا الشيء اليوم يلي رح نعرفه من ضيفتنا اللايف كوتش دانيا دبيبو. دانيا دبيبو لازم أعمل لك إياها. ضروري. شو أخبارك دانيا؟ تمام تمام. أنتو الحمد لله الحمد لله كثير منيحة. كنا عم نحكي برات الهواء أنه هذا الموضوع كبير، يمكن متشعب. متشعب بده اكثر من حلقه. خلينا نبلش بدايه عن نوعيه الاسرار. برايك دانيا شو يلي بخلينا هيك نخلي معلومه جواتنا سر؟ هلا شوفي، في اسرار بسيطه وفي اسرار كبيره. صح. وفي اسرار قديمه وفي اسرار جديده. يعني في ناس بطبيعتها هيك بتتكتم، يعني ما كثير بتخبر شغلات. نعم. وفي ناس لا بتكرر لك كل شيء. هلا بالاجمال نحن يعني اذا في اشياء بنحب نخبيها، ممكن الاعراف والتقاليد مثلا تمنعنا انه نحكي شغلات تضلها سر، مثل صحيح. الحياه الجنسيه ولا هول الشغلات اللي تابوه بيبقوا. واكثر الوقت بنخاف نحن من ردات فعل العالم اذا عرفوا هول الاشياء اللي نحن عم نخبيها. وهون مرات كثير بتكون اشياء بتتعلق ب، يعني بنستحي نقول مرات شغلات، يعني في لها علاقه بالخجل، مثل حدا عم يعمل مثلا رجيم صار له اسبوعين وعم بيزيد وزنه، ما بيقول هون، بيصير بيخبي هيك معلومه. وفي ناس كثير بتتضايق انه من الفشل ورا الفشل ورا الفشل، ما بتعود بتخبر، يعني كمان كلها من تقييم العالم التانيين. في ناس بيخبوا اشياء لحتى بيخافوا من انه اذا حدا عرف يبطل يوثق فيهم. مثلا انه عمل شيء خبيصه كبيره، انه بيصير بيتمنع، خاصه هول بالعلاقات الحميمه بتصير. انه بيخافوا يقولوا شغلات لحتى هل الشريك انه مثلا ما يصير يبطل يوثق فيهم او ياخذ عنهم فكره ما منيحه. ففي لها كثير اسباب، هي بس نتيجتها انه بتكون مرتبطه بتقييم العالم، شو بدهم يقولوا اذا حدا عرف هول الاشياء اللي عم نجرب نخبيهم. طيب هل من عواقب سلبيه لاخفاء السر جواتنا؟ شوفي نحن كل واحد عنده خصوصيه معينه، في اشياء ما بنحب نخبرها، ايه، بس في اشياء كبيره بتصير معنا هول اذا بنخبيها ايه ممكن لها عواقب سلبيه. مرات نحن شوفي نانسي، مثلا خدي في نحن عندنا اصلا دفاع بعقلنا اذا صار عندنا شوك كبيره نحن وصغار. مثلا خدي التحرش، مرات اذا ولد صغير قد ما كثير بتبقى شوك عليه، عقله لوحده بيدفنا وخلص. صح. بحطها من هالاسرار، بس بتاثر عليه بعدين. نعم. بالحياه وبالتعامل مع العالم. ايوه، بتصير بحس في شيء غلط مش مزبوط. فبتبين كثير بتصرفات، هون بتصير بتطلع مرات كثير. منشان هيك بالعلاج النفسي مرات يكتشف فجاه انه هيدا الشيء صار، عرفتي؟ نعم. هون بيروقوا بيتمهمدوا. واللي بيكون عارف السر ما مخبي عقله، مثلا يعني في شيء كمان صاير من زمان او في شيء حالي وعم بخبي، الانسان اللي عنده ضمير حي بيبقى وبحب هو الصراحه وفي شيء عم بخبيها، ما هذا كانه عم ياخذ كل يوم هيك جرعه سم بطيئه. يعني اخر شيء شو بصير فيه الواحد اذا كل يوم عم ياخذ دوز بطيء؟ فعلا بيتاثر بكثير تصرفات يوميه بتصير معه. بس هيك بس يمكن مرات كثير اوقات بتوثقي باشخاص مثلا لتقولي بتسلميهم سرك، وبتكتشفي بعدين انه ما كان لازم تسلميهم هالسر. مزبوط. تتعلم لسوء الحظ. مشان هيك يمكن الواحد كمان هون بيكون زين، بيكون خايف انه يرجع يحكي. مزبوط. بدك وقت لحتى، ما هي يعني هيدا السر، حتى تخبريه انت بدك تكوني عن جد بتوثقي بالشخص اللي عم تحكيه، ضامنه انه ما يخبر هيدا السر. بعدين حسب شو هي طبيعه السر، مرات كثير في ناس ما بتحفظ سر اصلا يعني. صح. وفي ناس يعني لو شو ما عامله فيها ما بتقول، ما بتفضح. او منشان هيك في ناس كثير بتروح عند مختص اللي بتضامني انه هيدا بيحفظ له سره وبيحكوا بالاشياء اللي عم تزعجه. اذا بدنا نحكي شوي عن فوائد الواحد انه يطلع هالشيء. أيوة. ضروري. مهني هول الاشياء بتغلي مرات فيه للواحد، بمجرد ما تكوني عم تحكي لحدا وهالحدا يشوف لك انت شو عم بصير معك. كلمه مثلا اذا واحد مثلا عنده سر حاسس فيه بالقهر والظلم، لما حدا بيقول لك معك حق، هيدا هون بصير بيفرز لك بجسم
جسمك الهرمونز الاوكسيتوسين يعني اللي بخليك يرجع ينشط لك القلب بيرجع بيطبب القلب. يعني بيقولوا انه هيدي ات از هيلينج، يعني الواحد بيشفى لما بيحكي بيطلعهم هون لبرا. بعدين بمجرد ما يكون عندك حدا عم بيسمع لسرك ويمكن يعطيكي الشغلات من هيك منظار تاني بتهون عليك. مرات نانسي نحن بنكبر الاشياء، يعني بنكون صح، يمكن اذا بتاخذي وبتعطي مع شخص يمكن مثل ما قلتي المشكله بفكريها كثير كبيره، يمكن هي تكون بسيطه وبتنحل. بكون بحاجه لحدا مثلا يعطيك رايه، يعطيك نصيحه. هيدي النصيحه بتعرفي في ناس كثير بيتمنعوا يقولوا شغلات، يعني يمكن بالعيال انه ما تقولي لحدا انك حبلتي او ما تقولي لحدا انك روحتي. بخافوا من طيبه العين هون. بس هي بتعرفي اذا وحده عم بتروح كل مره لتسي وعم بتخبي هيدا الشيء، عم بتروح مع كل مره بتحبى، اذا بتخبر مثلا حدا انه هيك عم بصير معها ممكن يدلوها على مثلا والله طبيب مختص شاطر كثير بهالشغلات. صحيح. منشان هيك هون فيها افاده الواحد يخبر شو هي الاشياء اللي كثير هيك يعني مضايقته اللي عم بيحفظها سر، لانه ممكن هالطرف الثاني طبعا اذا بينوثق فيه يساعده بكثير نواحي. وفي اشخاص يمكن كمان مرات بيتكتموا على كثير من الاشياء، بصيروا هيك شوي مغلوقين على حالهم. أيوة. يعني بصير عندهم غموض. شو السبب هون؟ مثل ما قلتي مرات تجارب مع انه تكوني منحتي سرك لحدا وفضحك او خبر هيدا السر بتعلمك مع الوقت تتكتمي. وفي بتعرفي بحسب التربيه تاعتنا في عيل او في بيوت كثير بتصير بتعلم اولادها على السريه باشياء صغيره كثير، يعني ما تخبر انه عمتك راحت على المستشفى، ما تخبر انه البابا بيشتغل شغله ثانيه، ما تخبر انك سقطت بالامتحان. صح ببلشوا بالبيت في كثير منا بنسمعها هيدي، كله اوعى تقول هيك واوعى تقولي هيك. هيدا شو بيعلم؟ بيعلم انه العالم برا عرفتي بده يأذيه اذا الواحد بده يحكي، بضلوا عم يعطوا هالمسج انه لا خلي المعلومات عندك ممكن تنأذى، انت فيك شيء ناقص ما تخبر. يعني هون زيادتها هيدي الشغله كمان بتعيشوا بقلق للواحد، ومن هون بتخلق اطباع مرات حدا كثير متحفز كل الوقت ما بيخبر شيء عنه، مع انه بالعلاقات الحميمه عاده لازم يكون في هالاخذ والعطاء وهالشيء، يكون الواحد فاتح كل ملفاته تقريبا. يعني بنقول صح في لازم خصوصية. الواحد يترك شوية برايفسي لإله، يعني طبعاً. اكيد خصوصيات. بس انه مثل ما قلتي يعني شوي كمان يكون منفتح. اذا بدنا نحكي عن الاسرار الاكثر ضررا شو هي اذا خليناها لإلنا؟ هي بتعرفي اكثر نوعين في في ناس عندهم مشاكل ادمان، اذا كان ادمان كحول، مخدرات، قمار، هيدي اشياء بتأذيهم هن. فهون من الافضل انه الواحد عرفتي يحكيها لحدا بينوثق فيه لحتى يساعده يتخطاها. يعني اجمالا الاسرار اللي ما لازم تتخبى هي هيك، لما الواحد بيكون عم يأذي حاله، عم يعمل تصرفات دائما تأذي حاله، او لما بيكون كمان في اذى للغير، يعني مثل الشريكين. الخيانات كثير من هيدا نوع الاسرار، يعني بس هيدي يعني بده الواحد ينتبه لها، انه اذا واحد عمل هفوه مثلا خان مرته، طب هون عم يأذيها هو، يعني هيدي المعلومه كثير بدها تضيقها اذا عرفت. فهون بده يكون هو محتار انه طيب بيقول او ما بيقول، اذا ما بيقول ممكن بيكون عم بيحمي حاله، بس ممكن يصير عنده صراع، خاصه اذا قلنا عنده هالضمير الحي، الواحد بيعيش بذنب كبير. صح. فلما بخبر هون في ريسك انه والله مثلا تجن عليه ويصير ما بدها اياه وخلص تفرط العمليه، يكون رديت فعل عاليه. بس هو شو بيكون؟ ممكن تسامحه، وممكن يعني اللي لما بيعترف هو هو بيصير ممكن اكثر يسامح حاله. ما مرات بنغلط نحن كلنا بنغلط، ما في حدا ما بيغلط، فالشطاره يعني انك تقدري تسامحي حالك على غلطك. صحيح. وتاني شيء يعني اذا كل شيء بده ينعرف نانسي، ما في شيء بيضله مخبى. اذا الواحد هو عم بيعترف انه والله مثلا انا غلطت، مش احسن ما تنعرف من حدا تاني؟ يعني هون كمان كثير بيتورطوا مرات انه الخبريه بتنعرف، بتيجي لحد
حديت عندك. فهون فيها أذى، يعني هول الاشياء الواحد بده ينتبه لهم، انه لما بيكون في هالشريك او في حدا مثلا بين امه وابنها او امه وبنتها، كمان هون في خطر انه اذا تنعدم الثقه. بتعرفي لما تكتشفي انه حدا يعني هيك عم يعمل اشياء مخبيه وهيك، كيف بدك تعودي توثقي فيه؟ بصير في شك. فهون بنقول في ضرر للشخص الثاني. فمنشان هيك اللي الواحد بده يكون عم بيتخبى ليعمل شيء او عم بيخبي شيء، وهيدا تصرفات مستديمه. الافضل انه ينتبه انه لا، اذا هو بده يحط حد لهول التصرفات بده يصارح لحتى التاني الشخص التاني يساعده يبطل يخبي هول الشغلات. بنشوف كثير مراهقين مثلا بخبوا على اهلهم انه عم بيظهروا، بصيروا بيعملوا كثير اشياء بالمخفي. صحيح ايه، صحيح. وبيتورطوا هون بمشاكل، بينما لو كان في هيدا الضلال اخذ العطاء ايه بين الاهل والولاد ما بيوصلوا لهون. مزبوط. نصيحه هيك اخيره بخصوص هالموضوع اللي عم نحكيه، شو بتحب تقولي دانيا؟ يعني بتعرفي ما فينا يمكن نعمل نصيحه معينه، لان كل حاله الى صح هيدا ايه. بس هو الواحد بده يقيس دائما مخاطر هول الاسرار. في اشياء ايه لازم نخلص نخبيها وننسيها، بس لما بيكون في اشخاص تانية يعني انا برايي السر مرات اذا بده يخرب بيت هون ما لازم الواحد أيوة. انه يطلع ويحكي مزبوط. لازم يخليه مزبوط. وبيت ما تبقى اذا هو يمكن في شي مشكله مارق فيها بظرف، ما بعرف هو صغير عن كبر، شي مشكلة بسيطة ممكن انه يستشير اقرب الاشخاص له. مزبوط. وهيدي مرات كثير بتساعد، لانه في ناس بتصير بتعيش حياة مزدوجة، يعني هيدي بركي بنحكي عنها مرة ثانية. هو اللي بدهم حدا مختص يساعدهم، لانه هو اللي ناس تعيسين، يعني لما عم بعيشوا كتير شغلات بالسر في شيء عم بجربوا يعودوا عنه، في تعاسه معينه إيه عم بجربوا يغطوها بانه يعملوا هالحياه الثانيه. ثانك يو دانيا لهال هيك الموضوع المهم جدا، ان شاء الله يكونوا استفادوا المشاهدين، وبنشوفك سبت الجاي اذا قلنا ان شاء الله. ثانك يو ان شاء الله. مشاهدين